دكتور، يعني أنباء تحدثت عن أن قرار السوداني جاء برغبته لتنفيذ برنامج الحكومي، يعني برأيك هل هذا القرار أو هذا السبب مقنع لكم أنتم كمتابعين للشأن السياسي، أم أن هناك ضغوطات في إدارة الدولة حول هذا الموضوع؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا سيد شمس، وتحية لكم ولقناتكم ولضيفكم الكريم. لا، بالتأكيد هو ليست بالمفاجأة بالنسبة لجميع المراقبين، لأننا كنا نعلم وتحدثنا أكثر من مرة، وأغلب يعني المراقبين للشأن السياسي وتطورات المشهد بعد إعلان ائتلاف إدارة الدولة كانوا يعلمون أنه للأسف الشديد تم توقيع السيد محمد الشيع السوداني على عدم المشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية. يعني وهناك بالفعل هناك أزمة خشية أن يستغل هذا المكان المهم، المنصب التنفيذي الأول في الدولة العراقية، من أجل تحقيق مكاسب شخصية سياسية. وأنا لا أتوقع أنه السيد السوداني سيلجأ إلى هذا لو شارك في الانتخابات. عموما هذا اتفاق يعني وقع عليه السيد السوداني، وبالتالي أنا أعتقد للأسف هي نفس الآلية التي يعني استخدمت مع السيد الكاظمي حينما شكل حزب المرحلة، وحينها تم إجباره على حل هذا الحزب وعدم المشاركة في الانتخابات. واضح جدا أن هذه القوى ذات القوى السياسية تلجأ إلى ذات الأسلوب في منع السيد محمد الشيع السوداني للمشاركة. السيد السوداني يعني لغاية الآن من خلال يعني ما يتحدث به قوى الإطار التنسيقي والمقربين من الإطار التنسيقي يتحدثون عن نجاحات كبيرة للسيد السوداني، هو كان القلق أنه يستثمر هذا النجاح في تحقيق مكاسب شخصية. ولكن عموما يعني هذه اتفاق سياسي، وهذا الاتفاق السياسي يجب أن ينفذ، ولم يكن أبدا مفاجئ للجميع، وكنا نتوقع لأن ردة فعل السيد السوداني على التصريحات وعلى الفرضيات التي كانت تقول أنه لن يشارك في الانتخابات لم تكن هناك ردة فعل، بمعنى أنه بالفعل تم توقيعه قبل تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء.